بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الشفاء والبلسم والدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الشفاء والبلسم والدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الشفاء والبلسم والدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشف عظامنا ودماءنا وجلودنا. اللهم اشف أعضاءنا وأركاننا وجوارحنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك خالقنا ورازقنا شفاء لا يغادر سقما. نسألك إلهنا شفاء لا يغادر سقما. أنا سيدنا خاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. نسألك إلهنا سيدنا مولانا خالقنا شفاء لا يغادر سقما. نسألك إلهنا سيدنا مولانا شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت تسمع وترى. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت تسمع وترى. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت تسمع وترى. تسمع كلامنا ترى مكاننا لا يخفى عنك شيء من حالنا. تسمع أعداءنا تسمع أعداءنا ترى أعداءنا لا يخفى عنك شيء من حالهم. ربنا سبحانك سبحانك ما أجلك وما أعظمك. الله أكبر من كل إبليس على السلالة على السلالة على الأم والسلالة على الزوجة والسلالة على الأم والسلالة على الزوجة والسلالة على
الأم والسلالة، على الزوجة والسلالة. إبليس تحدى في اليقظة بالقبضة والقوة تحدى، إبليس تحدى في اليقظة وفي المنى، في اليقظة وفي المنى تحدى، في اليقظة وفي المنى طغى بغى تحدى، في اليقظة وفي المنى، في اليقظة وفي المنى، في اليقظة وفي المنى، في اليقظة وفي المنى طغى بغى تحدى، طغى بغى تحدى، في اليقظة والمنى بالاتحاد تحدى، بالقوة تحدى، بالاتحاد والقوة تحدى، تقوى طغى بغى تحدى. إبليس على الأم والسلالة، على الزوجة والسلالة، إبليس على الأم والسلالة، على الزوجة والسلالة، إبليس على السلالة، على الزوجة والسلالة، على الأم والسلالة، إبليس بذريته بجنده بحاشيته، على الأم والسلالة، على الذرية والسلالة، جنوده تسمعه ويسمع، في الأم يسمع، في السلالة يسمع، في الأم يسمع، في السلالة يسمع، في الأم يسمع، في السلالة يسمع. إبليس على الأم والسلالة، على الذرية والسلالة، على الأم والسلالة، على الذرية والسلالة، على الأم والسلالة، على الذرية والسلالة، على الأم والسلالة، على الذرية والسلالة. إبليس كبير، إبليس كبير، شيطان كبير، إبليس كبير، شيطان كبير، أحمر كبير، أحمر كبير، أحمر كبير، إبليس بالدماء كبير، أحمر كبير، برداء أحمر، بلباس أحمر، بجسد أحمر، بسنهاب أحمر، بوسام أحمر، بتاج أحمر. إبليس 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 كبير، إبليس 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 كبير، عاشق من الصبا أحمر، عاشق من الصبا أحمر، عاشق من الصور أحمر، عاشق من الصبا أحمر، عاشق من الصور أحمر. إبليس اسمع، إن الإبن وعمرها 12 سنة أمامي الآن، تنتقد انتفاضة في اليمين وفي الشمال وفي الجسد، خاصة حينما أقول إبليس أحمر وأقول عاشق من الصبا، ولباسه الآن، لباسها كله الآن أحمر. عمرها لم يتجاوز 12 سنة، أم المريضة ترفع في المنام رمز القوة والاتحاد، وجل الله الأعراض والإصابة، والابن أمامها بجانبها الآن كذلك تعاني، فتنتفض في اليمين وفي الشمال، وعندها عاشق من الصبا منذ الصغر، فلو لم تفطن الآن لبقي معها بالموروث على سوة بالدم في الأم وفي الابنة، فيتعذر خدمتها وزواجها وزواجها وطلاقها أو داؤها أو ما شابها من العلل والأسقل. نسمعه، لقد جلاه الله عمره 12 سنة، 12 سنة الابنة تعاني من جن عاشق، شيطان عاشق على السلالة. لقد قالت الأم في الحصة الماضية
الإبنة كانت في الطبق العلوي، لكن تقول لهم أثناء الرقية كنت أتألم، كنت أتألم، والآن ينتفع خاصة في اليد الشمال، ينتفع الانتفاضة في الإبنة 12 سنة والانتفاضة الآن. السؤال لو لم تدرك ولم تتدارك الأمر ولم تتقل الأمر لكانت كحال كثير من نسمع تصل إلى 20-30-40 وتقول لماذا أعاني ولا أفهم ولا أعي وهو الآن موجود منذ صغر حبة إليها الأحمر وينتقل داخلها الأم اتحاد وقوة إبليس على الزهرية والسلالة شياطين منذ الصغر تملك الأزواج والزوجات والأمهات والأبناء والبنات فاسمعوا جميعا الله أكبر من كل إبليس سكن بسحر عظيم سكنت بسحر عظيم سكنت بسحر عظيم ولجت بسحر عظيم تنوت وقتربت بسحر عظيم الله أكبر من كل ساحر وساحرة جاءوا بسحر عظيم جاءوا بسحر عظيم جاءوا بسحر عظيم في الخطبة عظيم في الزواج عظيم في الخطبة عظيم قالت يومها حينما ننزل إلى المغرب الإبنة تمر تقول عادي قد يظن لها عين ملك الجيوب من أوروبا وإبنتنا الصغيرة تصل المغرب نعرف أنها تمر لا إنها تلامس نظرة حسد أو تحرك مادة سحر هي أصلا خصص للأم والإبناء أبنائي والبنات والانتفاضة الآن من إبليس الشيطان يسكنها وهي صبية صغيرة فاسمع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر من كل إبليس عاشق عشق الأمهات عشق البنات الله أكبر من كل إبليس عاشق عشق الأمهات عشق البنات إبليس عاشق عشق الأمهات عشق البنات تنقل بين الأمهات والبنات تستر في الأمهات والبنات الله أكبر من كل إبليس عاشق في الأمهات والبنات الله أكبر من كل إبليس عاشق عاشق في الأمهات والبنات الله أكبر من كل إبليس عاشق في الأمهات والبنات الله أكبر من كل إبليس عاشق سكن الأمهات سكن البنات تنقل في الأمهات والبنات الله أكبر من كل إبليس عاشق الله أكبر من كل إبليس عاشق في الأمهات والبنات في الأمهات والبنات إبليس بسحر عظيم بدم 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 ذبحوا 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 سحروا بدم ذبحوا 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 سحروا بدم ذبحوا 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 سحروا بدم رشقوا بدم كتبوا بدم دفنوا بدم ذبحوا 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 كتبوا بدم ذبحوا 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 كتبوا بدم ذبحوا 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 رشوا بدم ذبحوا 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 كتبوا بدم ذبحوا 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 رشوا بدم ذبحوا 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 دفنوا بدم ذبحوا 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 عقدوا بدم ذبحوا 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 كتبوا بدم
ذبحوا رشوا بدم ذبحوا عقدوا بدم ذبحوا كذبوا بدم ذبحوا رشوا بدم ذبحوا عقدوا بدم ذبحوا جددوا بدم ذبحوا سحروا بدم ذبحوا فرقوا بدم ذبحوا عطلوا بدم ذبحوا بدم سحروا بدم على الاسم بالدم على الصور بالدم على الآثار بالدم على المنزل بالدم على البيت بالدم على الأعتاب بالدم على الأبناء بالدم على الذرية بالدم ذبحوا سحروا بدم ذبحوا سحروا بدم كتبوا بدم عقدوا بدم رشوا بدم نتفوا بدم ساحل بدم ساحل بدم بالطعام بدم بالشراب بدم بالطعام بدم بالشراب بدم سحروا بدم سحروا بدم في البحار بدم في الآبار بدم في البحار بدم في الآبار بدم سحروا الأزواج بدم سحروا الأبناء بدم سحروا البنات بدم من الصغر بدم في الكبر بدم من الصغر بدم في الكبر بدم للتعطيل بالدم شيطان أحمر بالدم مارد أحمر بالدم إبليس أحمر بالدم شيطان أحمر بالدم إبليس أحمر بالدم شيطان أحمر بالدم إبليس أحمر بالدم شيطان أحمر بالدم مارد أحمر بالدم إبليس أحمر بالدم سحروا بالدم سحروا بالدم سحروا بالدم كتبوا بالدم كتبوا بالدم كتبوا بالدم نفثوا بالدم نفثوا بالدم نفثوا بالدم عقدوا بالدم عقدوا بالدم عقدوا بالدم أسكنوا الجن جن 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 بالدم شيطان 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 بالدم جن 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 بالدم شيطان 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 بالدم سحروا بالدم سحروا بالدم عطلوا بالدم عطلوا بالدم أمرضوا بالدم أمرضوا بالدم أمرضوا بالدم سكنها بالدم Please,
مال احمر اضعف نظرها اضعف بصرها شوه جمالها ادخل فهما بكره حركتها عرق نومها ابليس 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 احمر شيطان 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 احمر مال احمر ابليس 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 احمر شيطان 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 احمر مال احمر بالدم 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 وفي الطبق العلو امه في القصري قالت امي حينما كنت تسمعين ربك معشر كنت اشعر شيء غريب في بدني السحر الموروث الاطفال الصغار ليس يكون منه هل حتى كبر 20 سنه 30 سنه 40 سنه وتقول ماذا عندي تعقيد وعندي امراض وعندي مشاكل وهم احزان وهو بداخلها قادر ومخبئون لا يشعر بالحب والجد والحنان وهو يرتفض الان فاسمع واعلم ايها الظالم فاسمع واعلم ايها الظالم ظلمت الأمة وظلمت البنات ظلمت الصغار والكبار ظلمت الصغار والكبار ظلمت الصغار والكبار ظلمت الصغار والكبار وأنت ظالم 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 اسمع واعلم اسمع واعلم ظلمت الإبنة ما تريد منها لما تكبر من الآن تحذر الأحمر من الآن تضعف النظر من الآن تسعى تشويه الجمال من الآن تخطط لما هو عظيم في المستقبل تخطط فأم من الآن أنت أصبحت عاشق متيم والهان كيف سيكون حالها في الكبر 11 سنة لما يكون حولها 18 21 سنة كيف يكون حالها في خطبة وفي زواج وعمل ومال وجمال وقوام وسير واتزان كيف حالها كيف حالها اسمع أصبح الآن يقلب التوحيد بعوجه والصارع اسمع جيدا أنت ظالم الأم ستقول لي أنا أصحى هكذا بقوة أو أستيقظ وأنا هكذا الاتحاد والقوة فاسمع فإن للجن والشياطين إشارات ودلالات وعلامات بالمسنونية اليهودية والصليبية وللموروث نعم فقد تمس الأجنة في بطون أمهاتها تمس بمس وتؤذى بسحري اسمع جيدا أسأل الله جل وعلا أن يهديك إلى سواء السبيل والصراط المستقيم أيها الإبليسي أيها الناري أيها الثعبان أيها الملك ملك الجاه أيها الأحمر أيها القوي أيها العاشق أسلم لله وتب إلى الله جل في علاه أراك تنتفض في اليمين وفي الشمال وأراك في النفس وأرى الأم كذلك كما هي الأم أما الإبنة فالأعظم حالها أعظم من والدتها فنعم يتنقلون ويؤذون ويعذبون الحمد لله أن يتجلى الآن وأن تشفى خير أن يبقى مبهم غامض خفي متستر وتؤذى وكم من أبناء وأطفال صغار
بهم ما بهم من المس والجن والشياطين، خاصة أؤكد من لهم علاقة، الأمهات، من عندها السحر الموروث، من عندها الأباء منذ الصغر، من عندها الحاسدة والمرضعة، من عندها الشيطان العاشق القديم، من عندها السلالة والزورية، الحرص على رقبة الأبناء رقية قوية، ينتقدون ويهتزون، كن على يقين. لو دنوت وقترت منهم لا سمعت منهم أنهم يعيشون العجب، إما يقظة أو مناما أو بين بين أو تأثير طفيف خفيف يحيلك على ما هو أعظم، فاسمع واعلم، وإلا بعد سنين قد تتحسر وتندم. إن الأبى لسان يجعلنا خيوط اتصال بين الأمهات والأبناء والبنات والآباء، لأنهم يتملكون إما حبا يجعلهم التملك الذي معه الذهب والنار، أو بغضا وكراهية وعدوانية فلا يرى إلا الحرق والصعق والنار. وفي كل الأمر ليس كل الأمر ليس بخير، ليس بخير أبدا، لأن يصبح المولود والجنين والغلام والفتى والشاب ملكي منكي وفي حوزتي وقيودي عالم خفي لا يرى، فيصبح التعذيب النفسي والروحي والجسماني والجسدي والمعرفي والعلمي أو حتى النفسي في زواجه الاجتماعي والسلوكي مع أسرة مع الآخر، الاضطرابات في السلوكات في الخطبة والزواج أو كثرة الطلاق والهم والأحزان والتراكمات، ولا يعلم السر، وقد تنتهي بحصرة قتل الموت انتحار لا أخوف، لكن حتى أجعل محطة يقف معها الأب والأم مع فلدات أكبرها حتى يعلموا أنهم مصابون بصدمة عظيمة مثل ما نراه الآن. فالأب ليس كانت تطير فرحة أنها متسترة تعشق عشق ويتفاوت، فقد تعشق الصبية والصغير عمرهم سنين خمس سنين 11 عام، كلما نمو وكبر كلما ازداد العشق والحب. هل يأخذون الشهوة؟ نعم. هل يتلذذون؟ نعم. كيف ذلك؟ هنا يقف عقلك وقول الله أعلم. هل أما نسمع أن هناك من يمارس على السر في عمر 5 سنوات كثيرا، في عمر 7 سنين 12 عام قبل البلوغ، ويقول كنت أمارس وفي صغري 10 مرات 15 مرة في اليوم 7 مرات في اليوم، حتى بدأ يسمع المقاطع بدأ يتفقه أن هناك عالم قوة خفية غريبة، أن هناك من يعرضونه للشذوذ وللزنا ويمارس كأنه رجل، وكان يظن وكان يلعب مع الفتيات الصغيرات أو الأطفال الصغار، أشياء كثيرة عجيبة غريبة تقع تحيلك وتدلك على أن هناك تم أمر مبهم، واجب أن تسير مع سير حثيث. كما أنا أتكلم يزداد الآلام عند هذه الشابة، هذه الفتاة الصغيرة عمرها 11 سنة. إذن هناك اتصال، الأم عندها سحر قوة في المنام والاتحاد وترى أشياء تتحرك في داخلها، أما الإبنة فأصبحت إصابته الآن وتأثيرها أشد من والدتها التي بجانبها، فلا بد أن نفهمها فجيدا. السحر صنع للأم فتأثرت، لكن كانت تصب نفسها بالقيام والذكر والصلاة والصبر والعرف والتقاليد والمجتمع والتربية. ثم هناك أمر آخر، أن الأم بغياب ثقافة المعرفة في هذا البلد كان يظن الأمر عادي، كل نساء يعيشن ما أعيش وخلاص انتهى الأمر، لكن الآن حينما ترى ابنتها تتألم تستيقظ على قبضة وعلى اتحاد، قالت لي أستيقظ على اتحاد القوة، فرحت لأن أصبحت تتابع المقاطع فتفقهت، فهمت القوة والاتحاد والقوة مع العشق، فهمت كل هذا بفضل الله تعالى، وهذا الأمر تجلى حتى الآن على ابنتها التي بجانبها. ابنتها لا تفهم العربية، حينما أردت ترجمي تتكلم إسبانية لا تفهم عربية أصلا، فهي الآن جلد فيها ولد يفهم ما أقول ويتأثر به مع أن ما قرأنا القرآن، لكن الكلام وصل إليه فهو عاشق الآن بابنها، تفتح فمها وتغمض عينها وعوجاج التوحيد والانتفاضة وضيق في التنفس، خلاص صعب. فلا بد من الحسن، لا بد من المتابعة، الشياطين تتملك وتفرح حينما تضع رحلاها وقواعدها وأسرها منذ الصغر والصغر. أما نسمع أقول لك أنا عاشق منذ الطفولة، أنا مربية منذ الصغر، يقول لك هذا اللي تزوجها قبله بسنوات لا يستحقها، أنا من أستحقها،
ألا نسمع هذا؟ نسمعه بمئات وآلاف المرات، نتيجة حتمية لهذا الأمر. والله المستعان، وعليه التوكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، 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 فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، 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 فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فاسمعوا، نجعلها بإذن الله تعالى طيبة مباركة لكل سحر عظيم جعل بآثار الطير والحيوان وما أكثره وما أعظمه. نجعلها بإذن الله تعالى قوية نافعة لنا
في حياتنا ونافعة لغيرنا بإذن الله جل وعلا. نجعلها بإذن الله طيبة مباركة للإنس والجن، يسمعها من في الأبدان، يسمعونها بإذن الرحمن، من كبلوا وقيدوا بخيوط وأغلال وعقد وأقفال، تفك بإذن المولى جل وعلا بطاقة كلمات أودعها الله رب الأرض والسماوات، هي نور على نور. نجعلها بإذن الله عز وجل دعوات طيبات، أسأل الله أن تكون مستجابات لنا ولغيرنا، لكل من يبتلوا بآهات وآفات وعاهات، فتكون بإذن الله بسمة وسعادة وفرح وخير على الإنس والجن في الأبدان وحولها وخارجها. أن تكون بإذن الله سند الشفاء والبلسم والدواء، بها تطيب النفوس وتطمئن القلوب ويزداد الإيمان، بها القرب من الرحمن، بها السعادة والجنة بإذن الله الكريم الذي أكرمنا بالإسلام والقرآن، والذي جمعنا أسمعنا علمنا، هو الله سبحانه جل في علاه. فنجعلها بإذن الله جل وعلا نافعة طيبة لكل من يسمعها ويلقاها ويراها ويوفق إليها بتوفيق الله جل وعلا، من الإنس والجن والشياطين والأبالسة والملوك والمرضة، كيفما كان حالهم من الأقوياء والكبار والخدام والصغار والذكران والإناث والنساء والرجال. فالسحر عظيم ارتباطه بالدم وبالحيوان عظيم، اسمعها واعلمها تفقه بإذن الله تعالى. السحر العظيم ارتباطه بالدم وبالنجاسة وبالطير والحيوان عظيم، لأسباب لا تعد ولا تحصى، لأسباب عظيمة لا تعد ولا تحصى. السحر العظيم ارتباطه بالدماء وبالنجاسات وبالطير والحيوان عظيم، لأسباب لا تعد ولا تحصى، لو سردناها فهي عشرات ومئات. فنأتي بفضل الله جل وعلا على بعضها حتى نسمع بإذن الله من اقترن بالبدن عقدا أو أقل أو عقود كثيرة أو كان في الجدات والأجداد والأسلاف ثم جاء الآباء والأمهات والأبناء، ولا زال جيل على جيل يتعاقبون على نسل وسلات وذرية. فأسأل الله جل وعلا أن يذكرنا ونعلمنا، فإذا كنتم على العهد الأول أو تناسيتم أو نسيتم، فإن نذكركم أن الساحر ربط وعقد وصفد وذبح وكتب ورش ودفن، فاتصالكم بهذا العهد الأول اتصال عظيم، أو اتصالكم باتصال عهد أسلافكم وأجدادكم اتصال عظيم. فنهز القلاع والحصون التي ثبتتموها سنين وعقود بما تسمعون الآن بفضل الله جل وعلا، فليسمعها بإذن الله بإنصات وإصرار واستماع واستماع كل ذكر وأنثى وكل رجل وامرأة وكل شيطان وكل إبليس وكل ملك ملك الجان وكل خادم حراس والأعوان، ولكل عاشقة ومربية أو حاسدة وأنثى كيفما كان حالها، إلى الجميع. سوف نذكر بها بداية أصحاب الشدة والقوة، أصحاب الكبر والتعالي والتعاظم من الأبالسة والشياطين الذين يتشكلون في صور مخيفة مفزعة مرعبة،
الذي تطيب نفوسهم بالطحامة والطول والسرعة والخفة والسحر والشدة والمحنة. وذكروا بها بإذن الله جل وعلا من عاشوا برؤوس شتى وأيدي شتى واقفة من شتى. وذكروا بها من لا دين له ولا خلاق له ولا ملة له. من يحارب من في السماء ويظن أن الأمر مجهول ويظن أن السير إلى مجهول. نذكر بها ذاك القسيس الراهب في صنعته، ذاك الراهب أو ذاك الحبر، ذاك اليهودي وذاك النصراني. نذكر بها ذاك العالم من علماء اليهود والنصارى. ويذكر بها ذاك الساحر من سحرة اليهود والنصارى. وذكر بها ذاك الماسوني وذاك الهندوسي والمجوسي والبوذي والأفريقي وذاك السوسي والريفي. أذكر بها كل من جاء بالسحر العظيم بالأسود والأحمر، صاحب الرداء والسلهام والجباب والصولجان والتاجر والنياشين والعوسمة. أذكر بها ذاك العظيم الكبير الذي يخضع المسافات والفيافي بين السلالة والذرية في الأقصى وفي البقاع وهو لا يشعر بها، خوصا سباحة عمقا أو خفة وطيران أو جريا. هي قوة من الله جل وعلا. قال عفريت من الجن ألا آتيك به قبل أن تقوم مقامه وإني عليه لقوي أمين. هذا ما نسأل الله جل وعلا أن يكون القوة والأمانة والديانة، فتكون قوته بإذن الله جل وعلا فيما يحبه الله شفاء سريعا في الأبدان وطهرا وطهارة سريعا بإذن الله في العقول والأفهام، والعفة بإذن الله والتحصيل في الفروج والبطون والأرحام بإذن الله جل وعلا. ملك عبد العزيز بسماعها تفك قيود الكبار الكبير لا يكون خادما عند سحرة. فنذكره حتى تحل قيوده وحفظ الأطفال والصلاة التي عليه، فيكون حرا ضليقا لزوجه وأبنائه وذريته وعشيرته وقبيلته وجنده وخدامه، فلا يكون محبوس مرتهن داخل أضلع وداخل بدن مهما كانت حجمه وقوته واتساعه وأثريته، لكن يبقى محبوس داخل سحر داخل قفص داخل بدن، والله وسع له المشارق والمغارب يطير فيها ويبوس كيف شاء. فليعلم ان اول عدو الله ذاك الكافر بالقيد والوسط مداه، وان البدن مكلوم مظلوم كحاله ان عقل وفهم. فنسير امين الله تعالى في رقيتي، نسال الله جل وعلا تكون نافعه للقسيس والقساوسي والله والرهبان واليهودي والنصراني، لليهودي والنصراني واليهودية والنصرانية والماسوني، حتى للملحد والمارق والمتنكر لدين الله جل وعلا او الذي تمرد وارتد إلى ذاك الذي يأتي كل شيء، الذي سجد ركع إبليس وجعل العين والهرمة وقرن الشيطان طاعة وكلا. نذكر بها من ألزمه الساحر بالعقد عليها دم في فم طير وحيوان، في بطن طير وحيوان، على عروق طير وحيوان، على قلب طير أو حيوان، سنده بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن تكون نافعة وأجرا وذخرا لنا في الدنيا والآخرة، تشبه الأسقام العظيمة من السرطان والأورام والجراحات والحوادث والجنون والنسيان. أسأل الله جل وعلا أن تكون سبب في شفاء الدماء والعروق والعظام والأعصاب والبطون والأرحام. أسأل الله تعالى أن تكون سبب في الشفاء، أن تكون سبب في شفاء من علل عظيمة ومن أسقام القاتلة المميتة. أسأل الله تعالى أن تكون المنجية والكاشف الكروبات المزيلة للطعنات. أسأل الله جل وعلا أن يزيل بها كل داء استقر في عضو لا يصل له الطب إلا بجراحات، أو يقول الطب عجزت عن كشف وحل لداء حتى بالدواء والجراحة. أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه أن تكون كاشفة للغمة مزيلة للظلمة. أسأل الله جل وعلا أن يهدي بهذاك الساحر الذي سحر في الطعام وسحر في شراب
وسهر في هواء وماء، وسهر في ظلام، وسهر في فراش، وسهر في نجم وكوكب وقمر، وسهر في بدر واكتمال قمر، سهر في ليلة مظلمة، سهر في تاريخ معلوم، بعدد معلوم، بنجم معلوم، سهر بعدد سهرت عليه حبات رمل وحصى وتراب. أسأل الله تعالى أن يهدي لك السائر بعقد البدن، وعقده لا ترى، جنون، نسيان، هذيان، فواحش، آثام، جراحات، حوادث، تعطيل. أسأل الله جل وعلا أن تكون الكاشفة للهم والغم الحاضر والمستقبلي. أسأل الله تعالى أن يتبدل كل سوء إلى حسن، إلى خير، إلى أمر طيب بفضل الله جل وعلا. نبدأ بفضل الله تعالى. اللهم اجعلها الكاشفة، واجعلها الشافية، واجعلها ربنا نعم الرقية، واجعلها نعم الموعظة، واجعلها ربنا نعم الخير لنا لأبداننا ولمن حولنا ولمن معنا ولمرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا اهد بها الثعابين والحيات والتماسيح والقربة والدببة والجمال. اللهم اهد بها ربنا كل طير وحيوان. اللهم اهد بها ربنا ما استقر في المعدة والكبد والطيحان، من استقر في السرعات والعورات والدماء، من استقر في كل عضو وفي كل مكان، في العقول والافهام والايدي والاقدام وطول الارحام، في اللسان ومطول الكلام. اللهم اهد بها ربنا كل ابليس بسحر اسود، بسحر اسود في حمام، في مجاري، في نجازات. اللهم ابطل ربنا كل سحر عظيم، ابليسه اسود احمر، ابليسه اصفر ذهبي، ابليسه ناري مائي هوائي ترابي، ابليسه لا يرى في عالم الجن لا يرى. اسال الله تعالى يبطل كل سحر. هو الان في البدن، هو الان في البدن، يجري في البدن، يستقر الان، يربط في مكانه، في مكانه حراره او بروده، في مكانه نبض او حريقه، في مكانه جرح او نزيف، في مكانه خدش او جرح، في مكانه الم، في مكانه وغز، في مكانه خفقان، في مكانه تنميل، في مكانه جريان، في مكانه الان الان باذن الله جل وعلا، باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله جل وعلا ان تكون هاديه، هدايه، اسال الله ان تكون هدايه لكل كبير في عالمه، في سره، في قصره، في حسنه، في جحره، في نجاسته، في عشقه، في دمه، في زهريته، على سلالته. أسأل الله تعالى أصحاب الربط والتصفيح من الصغر، خدام التصفيح والربط منذ الصغر التصفيح، وخدام الشهوانية والشهوات منذ الصغر والكبر، خدام الأسحار القاتلة، التعطيل التام، تشوي جمال بحمان، تمر الأقدام منذ الصغر منذ الصغر. صلى الله جل وعلا أن يزيلها وأن يبطلها وأن يوقفها. صلى الله جل وعلا أن يبكى حصونها. أسأل الله جل وعلا لا تبقى. فبسم الله نبدا. أيها الجني، أيها الجني لم يجعلك صاحب رسول دنية في القدمين، في الساقين، في الفخذين، إلى عاشق المتيم على الحش والفرج والعارة والشهوة، الذي قبض البدايا لا فراش ولا جماع ولا حمى ولا ذرية متصلة، لا ذاك الذي تمسك بالصبر، العاشق المتيم على النهدين والصدرين والصدر، ذاك الذي يسير فوقهما ينام عليهما يسحرهما سحر عظيم، إلى ذاك الذي على النحر والرقبة على القلادة، إلى ذاك الذي على الرأس والتاج والناصية والقافية،
إلى ذاك الذي يمشي على فقرات الظهر والخصر والإلية والعورة، إلى ذاك الذي يعشق القبل والطبر والنجازات. إليكم جميعا، إلى من تحصن في حصون، إلى من جعلوا أصابعه في آذانهم، إلى من جعلوا أصابعه في آذانهم واستغشوا ثيابه، إلى كل من أصروا إصرارا، إلى كل من استكبروا استكبارا، إليكم جميعا، إليكم جميعا في الأنفاس، في القلب، خادم القلب اسمع، حارس القلب اسمع، صاحب الطعنات المتتالية على القلب، والأحزان على القلب، والهموم على القلب، فاسمع، اسمع، إن الجزاء من جنس العمل، فكما أنك تحبس السعادة على قلبك هي المسلمة قاعدة كما تكيم تدعم، كما أنك تحبس السعادة عن قلبها لا تحسب أنك منعم سعيد، فورب لست السعادة في موضع ضيق، وإن كانت الأبالسة لا تراه ضيقا بل تسيحا، لكن كلما رأيته اتسع فهو ضاق عليك، ضاق عليك، ضاق عليك ويضيق عليك. أتسمع؟ أتسمع؟ ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ أن تكلم، حزن مثله حزن، جرح مثله جرح، ذلة ذلة، واحتقار مثله احتقار، وداء مثله داء، فكن شافيا كافيا بإذن الله، كن سوف الشفاء كتاب الله شافيا كافيا، وهنيئا لمن استعمله الله، وخذ استعملنا ولا تستبدلنا. أيها القسيس، أفوقك عابد من عباد الصليب؟ أيها القسيس بالصليب الذهبي الكبير، أيها القسيس الملك، يا من تنحني لك الرقاب والجباه تعظيما، أيها القسيس الكبير، أيها النصراني الكبير، يا من يأتون إليك تمجيدا وتعظيما، أفوقك عابد للصليب كبير؟ فأين أنت؟ أنت أنت من الرب؟ أأمرك بالزنا والفجور؟ أأمرك بالدفن والقبور؟ أأمرك بالنجاسات والمجاري؟ أأمرك بالتعذيب والتدبير؟ أين أنت عيسى رسول الله وربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام، سلام علي يوم ولدت، لكن بصليبك جعلت العذاب والشقاء الحرب بد الولادة إلى الموت، أو جئت بسحر قبل سنوات العذاب حتى الموت. وعيسى قال وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. إنه عيسى، إنه عيسى. أيها القسيس سحرك بالصليب، أيها الملك القسيس
إن لك ربا عظيما يحب الأقوياء، يحب الكبار، يحب سبحانه صاحب الهمة العالية. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل نخل، بإيمانه، بقوته، بعزيمته وهمته، بإقباله ودعوته. أسمعت أيها الملك يا من عليك القوة وترفع رمز الملك والاتحاد والقوة، ما كان عيسى شيطانيا، ما كان عيسى إبليسيا، ما كان عيسى ماسونيا، ما كان عيسى ساحرا، ما كان عيسى فاجرا، ما كان عيسى ظالما، ما كان عيسى فاحشا متفحشا آثما، ما كان عيسى ليأمر بالزنا والخنا والرذيلة، ما كان عيسى ليأمر من نام من الحواريين أن يأتوا الحشد قبلا ودبرا حلما دما، ما كان عيسى ليأمر بسحر الأقارب والأبدان، ما كان عيسى ليبطل طاعة الله، ما كان عيسى ليعذب في السجدات والقربات، ما كان عيسى ليحرف كلام الله رب الأرض والسماوات، ما كان عيسى ليسجد للأبالسة والسحرة، ما كان عيسى ليمر من يعيش في المجاري والنجاسات، ما كان عيسى ليجعل حزبه ظلاميين، ما كان عيسى ليأمر من معه ليسجد للصليب أو صليب المقلوب، ما قال وما قال. قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، من رفعه الله إليه، من رفعه الله، من رفعه الله تكريما لعيسى. ينزل عيسى في آخر الزمان يحكم بحكم الله، يكسر الصليب، يقتلوه الخنزير. إنه عيسى، عيسى، نعم إنه عيسى، عيسى نحبه، نعظمه، نمجده، نوقره. عيسى نحبه ونعظمه ونمجده ونوقره. عيسى رسول الله، عيسى رسول الله. أيها النصراني القسيس، بماذا أمرتك تعاليم الإنجيل؟ أمرتك بالشذور والسحرية؟ هل أمرتك بشرب الخمر وأكل الخنزير؟ هل أمرتك بسفك الدماء واستحياء النساء؟ هل أمرتك بسب الرب واحتقار الأنبياء؟ هل أمرتك بالسحر وعبادة غير الله؟ بماذا أمرك تعاليم الإنجيل من السماء؟ لكنها حرفت بأيدي شلة وغلة، حرفت بأيدي شلة الله، لا رفعت، لا رفعت. فتعال إلى الله أيها القسيس، محبة ليس عدو لك، ليس عدو لك، وأمته ليست عدو لك، هو رسول الله وأمته أمة، وسطاء بينهما باعتدال واتزان. أسمعت؟ أسمعت؟ فكم معنا تغنم نرجو المحبة للعالمين والسلم للعالمين، كما قال عيسى وسلام، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت و
وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ويوم أبعث حيا. ثم القسيس كبير سحرك بالدم أتسمع، سحروك بالدم أتسمع، عقدوك بالدم أتسمع، ربطوك بالدم أتسمع، صفدوك بالدم أتسمع، وكلوك بالدم أتسمع. عذبوا الطير والحيوان والإنسان أتسمع. فاسمعوا معنا، اسمعوا معنا، بالله عليكم منك أن تعي. حينما ندعوك ماذا نستفيد نحن؟ حينما تنجو أنت من النار لماذا نصر عليك هكذا؟ لأن نعلم أن الله حباك بقوة وبعقل، وأنك أن تسير وفق عهود الكفرية برمجوك برمجة فاسدة. فنرجو أن تكون بإذن مصلحا في طريق الحق فتنجو أنت بداية. فوالله قلبك ليس سعيدا، كيف تسعد وقلبك معقود عليه ومغلق محكم مطبق عليه؟ صح أم لا؟ فهيا إلى ربك، هيا إلى الله. الله قل آمين معشر المسلمين الإنس والجن. اللهم اهد قلوبنا إنسا وجنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم فك ربنا العقد والخيوط والثقوب والصليب المقلوب. صليب 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 رسم على القلب، صليب 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 كتب على القلب، صليب 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 خيط على القلب، صليب 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 وشب على القلب وسن على القلب، صليب 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 من الإنس صليب، صليب 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 من العبالسة صليب، صليب 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 من الشياطين صليب، صليب 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 من العبالسة صليب، صليب 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 من السحرة صليب. بسم الله يفك ويحل عقدة العقدة، يفك ويحل، بسم الله يحل. صليب صليب على الصبر، صليب صليب على الصبر، صليب صليب على الصبر، بسم الله يمحى، صليب صليب على الصبر، بسم الله يمحى. حب عيسى ليس بالصليب، حب عيسى بالإيمان، حب عيسى الاستقامة في الالتزام، حب عيسى كما كانت مريم البتول العذراء، حب عيسى كما كانت مريم الطاهرة المطهرة، حب عيسى كما كانت أمه تصلي وتقوم وقنوتي واركعي مع الراكعين. حب عيسى يكون بإيمان، اللهم ربنا يقتل كل سحر عقد الجن بالصليب، عقد الجن بالصليب، عقد الجن بالصليب، ربط الجن بالصليب، خيط فمه كلامه 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 بالصليب، خيط قلبه صدره إيمانه بالصليب. أبارس فوق إبليس، أبارس فوق الشيطان، أبارس فوق الملك، أبارس فوق الثعبان، خيطوا فمه حتى لا ينطق، خيطوه بالصليب، خيطوا صدر قلبه بالصليب حتى لا يؤمن ولا يشرح صدره، خيطوه بالصليب. اللهم أزل خيوطهم الكافرة، اللهم أزل خيوطهم الفاجرة، اللهم أزل خيوطهم الكافرة، اللهم أزل خيوطهم الفاجرة، اللهم أزل خيوط الكفر حصون 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 الكفر، اللهم أزل خيوطهم الكافرة، عقده الكافرة، عقد على نطقه على شهادتي، عقد على نطقه على شهادتي، على قلبي على إسلامه على استقامتي. اللهم فك خطره، اللهم فك عقدهم، اللهم فك عقدهم، اللهم فك خيوطهم،
خيطوا 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 قلبه، خيطوا 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 فما، خيطوا خيطوا حجرة، خيطوا نحرة، خيطوا صدرة، بصريب 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 أحمر، صريب 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 أسود، صريب 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 أحمر، صريب 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 أسمر، سحاب شط حريق، صريب 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 أحمر، صريب 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 أسود، صريب أحمر، صريب أسود، صريب أحمر، صريب أسود، صريب أحمر، صريب أسود، صريب أحمر، صريب أسود، تبت تبت تقول خضر خيوطه، تحل وقد خيوطه، تبت وقد خيوطه، تحل وقد خيوطه، 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 تحل 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 بسم الله، تبت تبت بسم الله، كأن ترقى فتقناهما، ففتقناهما، 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 اللهم كن له وليا نصيرا، اللهم كن له وعيا، اللهم كن له وليا نصيرا، ونظيرا ظهيرا، اللهم فك القيود التي قيدته بالصليب، ربطته بالصليب، صفنته بالصليب، حبسته بالصليب، سحرته بالصليب، سجنته بالصليب، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، قالوا انتقل الله، انتقل الله، انتقل الله، انتقل الله الذي انتقى كل شيء، انتقل الله، انتقل الله، انتقل الله الذي انتقى كل شيء، انتقل الله، انتقل الله، انتقل الله الذي انتقى كل شيء، انتقل الله، انتقل الله، انتقل الله الذي انتقى كل شيء، انتقل الله، انتقل الله، انتقل الله الذي انتقى كل شيء، تحال 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 خيوط الورقات على القلب، خيوط الورقات على الصدر، خيوط الورقات على الفم، خيوط الورقات على الكلام، خيوط الورقات على الشهادة والإسلام، على الثبات والالتزام، خيوط 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 الورقات، تحال 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 بسم الله، تبت تبت بسم الله، تحال 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 بسم الله، تبت تبت بسم الله، تحال 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 بسم الله، تبت تبت بسم الله، تحال 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 بسم الله، تبت تبت بسم الله، تحال 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 بسم الله، تبت تبت بسم الله، اللهم كن للثعبان وطير الحيوان وليم ويصيرا، أراد الإسلام حلسوا قيدوا بسحر وابيض وأسود في أجل وقر وكوكب، بسم الله بسم الله بسم الله، تحل قيوده 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 بصيقان الدم، تحل تفك تفك تحل تفك تحل تفك تحل تفك تحل على الصليب على الصليب على الصليب بالصليب، تفك وتحل على شفتيه على لساني على صدري الكلام على شهادة لساني على قلبي على إيماني
الإسلام لله، الشهادة لله، الإسلام لله. الحمد لله نجعلها طيبة مباركة شافية كافية للإنس والجن. صلوا صلاة، واسأل الله ان يكون صلاة البر والخير والبركة. اسأل الله تعالى ان يكون صلاة البر والخير والنور والبركة. ونواصل بإذن الله الكريم سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. بفضل الله جل وعلا أكثر الاستماع إليها طيبة مباركة. كل إبليس وإن كان قويا لكن تجد في قلبه ذرة خير، لكن السحر يقلبه ويؤزه ويحركه، فلا بد أن نفهم وتيمس. الله يعلمنا. يكون فمه مخيط لا يدخل إلا بالصليبية، وصدره قلبه مخيط بالصليب لا يدخل ولا يمل إلا الصليبية المحرفة للشذوذ والزنا والفسق والفجور والتعذيب والهم والغم والحزن في القلب والشك والوسواس والنسيان في العقل والفهم. أسأل الله أن تكون طيبة مباركة وأن تفك العقد والقيود. فاعلم وإن كان صاحبك الذي يصاحبك ويلازمك قويا، لكن إذا القلب وإنه سمع أسأل الله أن يهدي قلبه ويشرح صدره ويغفر ذنبه ويرفع قدره. اعلمها وربي مهما كان حاله، نعم قوي، نعم عظيم، نعم ملك عظيم. إبليس كيفما ثعبان يتشكل بصور أخرى مهما كانت، لكن وربي لا تغفل أمر القلب، فإن القلب طبيبه ربه سبحانه، والجن قد يحبب إليها أمور أو تكره على أمور أو تصبح ملزمة للأمور. فلا بد أن تجد منك بفضل الله تعالى حسن الإصغاء والإنصات والدعوة والصبر والحلم. لا بد. نعلم أن حالات أصحابها يعانون شدة ما بعدها شدة، أشياء لا يكرس الصبر أبدا، إما من جلب الأخلاق أو السلوك أو النفس أو جسدي من التمرين إلى أمراض العين. لكن ربي إن وجدت بفضل الله تعالى السهم المناسب تحرك القلب الذي أخلقه والعقل الذي أخلقه، فيصبح بفضل الله تعالى العقل في نور كامل وكذلك القلب في نور كامل، بل وتزداد نور قلبه على نور قلبك فتصبح نورانيا خيرا طيبا حتى يثبت وهو يعلم سره وحاله وسريره كيف يكون. أسأل الله تعالى لكل من كان عدوا أن يصبح وليا، من كان مبغضا أن يصبح محبا، لكن بطاعة الله طبعا، ومن قيدته الساحرة أو الساحر أسأل الله جل وعلا أن يهيئه من أمره رشدا، فإن أصابها ليس من علمها والمحيط بها فقد يكون قويا سحرا عظم حالة الذي قيد وأذل. ومهما أرد الخروج يشعر كأنه يذل، لكن حينما يعرض يبدأ يعيش معك الحقيقة التي هي أصل الحقيقة، ليس الحق المبين من ساحر وساحرة. فإن القلوب لا نراها على الأبدان لكن موجودة، وإن السلاسل لا تكون لا نراها بالأعين لكن موجودة، وإن الأبايس التي تحكي بالبدن ناهيك عن الفتنة لا نراها لكنها موجودة كذلك. فلا بد أن نفهم هذا جيدا. أيها الثعبان سلمك الله من كل سوء، أيها الشيطان عافاك الله من كل بلية وعافية. والله يعلم أنك قوي، لكن الشياطين والسحر استعملوك لقوتهم، ولولا قوتك ما تقومت عظم. فاجعل قوتك الأصلية لمن جعلك أصلا وخلقا، وهو الله أوجدك من عدم
وانظر إلى حالك عند خروجك إلى ولادتك من ضعف ثم إلى قوة ثم إلى ضعف. فاسمع واعلم، اجعلها في طاعة الله. إن كنت مغلوبا عليك في أحوال فلا تشقى في كل الأحوال، قد ادخل ما استطعت وانفي وأبعد جحودا وكبرا وعصيانا ما استطعت، ثم بعين الرضا والعقل والالتزام اسمع لما نقول. فحماك الله بالعقل، فلا يمكن تكون غبيا وقد نجحت مع السحرة سنين وأوفيت بوعد العهد سنين، فعقلك هذا نريدك أن تخدمه وتستعمله فيما هو حق وعدل. تسمع إلى القرآن لا بعين السخط لكن بعين الحق والعدل، فوالله ستعلم أن الله جل وعلا حليم برحيم منك. فما ذنبها؟ ما ذنبها تقاسي معك وتتعدد معك وتصبر نفسها وتذلها رغما عنها، مكرهة أن تذل معك، ومع ذلك ربك يطال ويطل وحليم بك لعلك تكون قويا من أوليائه من أحبابه. أسأل الله تعالى نعم، أسأل الله تعالى جل وعلا أن يفك قيود الصغر والبطن والنطق والذنب، الخيوط المخيطة على القلب والقلوب الطير والحيوان المغلقة المطبخة تحت الثرى مع الموتى والهلكة. صلى الله جل وعلا أن ينجينا جميعا، صلى الله جل وعلا أن ينصرنا جميعا، كن أحباب وأولياء وإخوان لله الرحمن لا للشيطان، وأن ينصر بعض بعضا بقصة الشفاء يقظ منام كما نسعى في نشر الوعظ والدعوة القرآن. لكم قدرة على اختراق أمراض وشفائها، علل وزرع دوائها ندائها، لكم القدرة على هذا، فاجعلوها لله للرحمن، فربكم غني ذو الرحمة الواسعة. وأسأل الله لي ولكم الفضل في يقظة المنام والحل والترحال وفي الحياة وعند الموت وبعد الموت. أسأل الله جل وعلا ولكم الفضل والخير. قلوا آمين أن أكون مع عيسى وموسى والأنبياء ومحمد بعد الله صلى الله عليه وسلم عليه. آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنك تعلم من أراد أن يأتي إليك مقبلا مدبرا. اللهم ربنا من قيده ومن صفناه. اللهم خذ وقت عزيز مقتدي. اللهم إنك تعلم حال الكبير وحال إتيانه الإيمان والاستقامة والالتزام، وتعلم سره وأخفى على المغفرة أغفرت عليه. اللهم فك أرسل عليها ربنا جندك وملائكتك تقول وتفكها. اللهم ربنا أرسل لنا ربنا نورا تاما لا يزول ولا يحول. اللهم ربنا داوي عيلنا وأصحابنا ودماءنا وأرضانا وأركاننا وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.